موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 30 يناير 2021 والقنوات الناقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال التي ستقام بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنطلق المباراة اليوم السبت 30 يناير 2021 وذلك في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، والثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 وبين سبورت اتش دي 2، والمباراة بتعليق حفيظ دراجي. وتذاع المباراة أيضا عبر القنوات التالية. ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذه الجولة وهو بالمركز الثاني برصيد 40 نقطة، كما يدخل فريق أرسنال هذه الجولة وهو بالمركز التاسع برصيد 30 نقطة. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.